بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. تبارك لكم حو حوات أبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم صارت مرتبة دبقنا التهاجيتو من مراتب ناية الدين. المرتبة الأولى بأن الإسلام، ودي بثلاث مرتبات قسمناه: الإسلام والإيمان والإحسان. وإسلام حمس ركن بدي بأن، وأنت حمس ركن تهاجينا، وكمان إيمان سس ركن بدي بأن، ودي بس ركن تهاجينا. دي بان يوم ركن لسال سايتو من مراتب لمرتبة الثالثة التوهتة الإحسان. إحسان يعني أور ركنتو الله سبحانه وتعالى لبل والرسول صلى الله عليه وسلم لبل إحسان معناه وتركن أوروتو وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودليل من كتاب رب العالمين منه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكم سليهم لبل الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وكم سألها لبل الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إحسان ددنا إساءته، يعني إحسان قنبل أسنيت معناته، سنيت ولا سنيت أكيد لا عكس لنا يا. والإحسان يعني وممت إلى أنبل الإحسان إحسان ولا تددنا إساءت بيننا إنسان سأت لودي وإنسان خير لودي وإنسان إحسان لودي ومعروف لودي اللي إنسان بدو حسن نيته وكفنا أذى ودي وناي معروف العباد قدر عباد والعباد تلودي وجه رب العالمين. وكمان إحسان بموديو بجاه وديو بمال وديو بعلم وديو بأروحته وديو. والإحسان يعني بمال قبل من قبي كمسلنا زكاة أحسن اللي تو وقل قدام الأستهول ودي من الأستهل الإحسان اللي نفسه أنت دي من تنفق يعني قل من تحب الحيس من تو أولى لقدام بالإحسان اللي ابتداء من عيالك من أسيدك من أمك من أبوك من ذريتك من حوك حواتك حلداتك من هلا عماتك من هلا كم سليه وكمان قرهم طلبة علم من هلوم سب إحسان للأستاهلو بدرياتكم سلي قبي. وكمان إنسان الإحسان بدوح مراتب قليدي قدر جاه من بجاه أنا يقول الشفع بعد سلطة من قبي بسلطة لنايو بعد علم من قبي بعلم لنايو قل الشفع قل قدام قل أسنين درس قل هب علوم قل هب قل انساح دي بكان دي مجلس دي بقهوة دي بيت دي بلا اللي كاين إحسان حديك من قبي لما جار خير من الله إحسان تعليمنا قدام رأيوتنا قدام مجال السنة إذا تتقصد ديبا بذكر وبخير وباستغفار وبنصيحة وهجي سنة لقدام لتنسى وهجي قدام لرديا وخير لقدام لجميع الديبو ومغل مصلحة الدين والدنيا لتنفع إلا ديبال قسكا كان بالتداء تقدر لا لأنه سرب أرواحتك توديو بحيلتك وسرب جهنايك وسرب دينك وسرب أمرك وسرب سلطاتك وسرب مالك اللي كله إحسانته. وأرواحتك مثلا كهوت ودى بالغم من قبي يعني صلى الله عليه وسلم بيلا تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، يعني سديو أردي ميت أنت عن حكا عربت بقورو وقربت بقورو تمسك باكو ترافع باكو سكة قمل وتمسكو دبقت قم قبل ترافع باكو اللي كل إحسانتو وترافع من هلا وأنت
يعني عن من بكى نسي من إنه إفعل كتب لك حاول تساعده برضو مثلا تود قدم قلوب إلا كله يعني مساعدتنا إحسانته ودي بعبادات بيننا كمان تعبد بإخلاص أنت ميت ريوتر الإكالة فجل بربر إنها لنا بيلك بإحسان وبخشوع وهروب منا يعني منا خوف منا فرحات ريم سكلا خير جيس وسكت عاد جيس إلا كلا مجالنا إحسان لشان رحاتا ودرجاتنا إحسان يعني بدون درجات بديبة يعني وعبادة سنة عبادة سنة بديبة وابن القيم جبل وعبادة الرحمن قاية حبه مع ذل عابده هما ركنان دي بكلا كان قسمين حتى بيلا قاية الحب وحتى بيلا قاية الظل يعني فتنا يا رب العالمين خالص من قطع النذير فتنا قلت بابو وكالي كمان قلت تذلل بك بطاعات وبخشوع وبامتثال وبصبر وبا رب العالمين الفتية وبا رب العالمين الحدية وسروا يعني كوكر رب العالمين انت لله عز وجل انت بيلك تذلل اصبر احتسب ودي لهم كل منا وجوه العبادات لا ابن القيم لقى السميوتو وتاني دليل عبيبو اللي مجال لنا اي احسان يعني فتحته انسان دي بهمت لحسن لحسن دي بدام لحسن دي بحارس لتحسن دي بجاي دي بقبي حقاتك لان حكا لا توركي لهيك لا تسعاد السنة لا تبل بمالك كما لبينا بجاهك بأمرك بعلمك مجالنا احسان يعني ركن ركن عظيمته ولا ركن اللي علماء ثالث لمراتب الدين ودوته اور ركنته ولا فوائد لنا يو ولا طريق بلا لن تطبقه لاحسان معناها اساءة عكس نايات انسان محسن هو قبقى معناها انسان لا الاسنة لا الاقرم لا رب الفتية لودي وقال قدام لتنافع ودي بالدنيا ودي الاخر لتتفتى سان حتى وعبادة شاملة بديبة وربي كم سلتر يقول تعبدو انت ما ميت ريوتر رأيك هلا كربر رأينا هلا انت بيلك انت سنين قلت تعبد بك بقلب حاضر بسر وبعلن وبخشوع وكل شيء دليل هلا دي بناء الا حديث مشهور عن جبريل من نص النتو حديثنا جبريل حديث مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا لو يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمدى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الحديث حديث جبريل كل لمراتب لسلس جمع حديثته دي بإسلام تهاجة ودي بإيمان تهاجة ودي بإحسان
تاجر هنا لدين سلس مرتبة دي بودينا مراتب الدين كم تنبينا من قبل سلستن إسلام وإيمان وإحسان أو من لعل دي بتحت إحسان إيمان إسلام إسلام ميت بيليو إسلام بيليو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حمستن أركان الإسلام بين يكوني تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا اللي الإسلام تواركان الإسلام الخمسة لما ارتبط لسال سيد هيني عيب حدثنا عن الإيمان بلي إيمان هيني برضو سستم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إلا لما ارتبط لك أريت يعني الإيمان وإيمان يعني سسركم بديبه ولا رو سسركم للوم ذكرنا له وحقه ناية إحسان والإحسان يعني إلى أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم صالح العمل وإن يبارك لنا فيما سمعنا ويصلح حالنا وأخواننا ويحتم لنا بالصالحات ويثبتنا على الدين ويرزقنا التوبة قبل الموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.